دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، في بعض الاخبار المختلفه عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. يلا بينا. الشروق، التشكيل المتوقع للاهلي امام بلاتيني. في الجول، نظرة على منافس الأهلي بلاتينيوم، ميزة هجومية وضعف دفاعي. سوبر كورة، فريق بلاتينيوم يزور الأهرامات قبل مواجهة الأهلي. اليوم السابع، الأهلي يتلقى عرض رسمي من الصفاقسي التونسي لاستعارة جيرالدو. موقع مبتدأ، الأهلي يرفض رحيل صالح جمعة مجانا. من استاد القاهرة وأحداث اللقاء الهام بين النادي الأهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وتلعب تاني طاهره ابو زيد طيب نبتدي بالشروق واللي بتتوقع تشكيل النادي الاهلي، موقع الشروق بالتحديد يعني توقع تشكيل النادي الاهلي النهارده، وهم قالوا طبقا يعني توقعاتهم محمد الشناوي هيكون في حراسه المرمى، خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، سعد سمير ومحمد دهاني، في نص الملعب السوليه وقفشه، وقدامهم الثلاثي حسين الشحات، الجونيور اجاي واحمد الشيخ، والمهاجم وليد ازارو. ده تشكيل متوقع من قبل موقع الشروق، واكيد حضراتكم ليكم توقعات ممكن تكون مختلفه، وفي الاخر احنا هنشوف الواقع هيكون ايه من خلال تشكيل مستر فايلر لمباراه اليوم باذن الله. نروح لفي الجول، ونظره تحليليه، وده بيبقى امر مهم يعني على منافس الاهلي اللي هو بلاتيني النهارده، وبيقول ان هم عندهم ميزه هجوميه وضعف دفاعي، بيقولوا ان الفريق عنده سرعه في الهجمات المرتده وضعف واضح في خط الدفاع، وده بان بالتحديد في المباراه الاخيره ليهم على ملعبهم امام النجم الساحلي. لكن في نفس الوقت الفريق ده توج ببطوله الدوري الزيمبابوي من اسبوعين بالظبط بعد ما فازوا على كابس يونايتد، ودي المره الثالثه في تاريخهم، فبالتالي ممكن يكون عندهم دوافع جديده، روح جديده تكون دافع ليهم في مباراه اليوم لا قدر الله يعني. لكن في كل الاحوال الاهلي عامل حساباته زي ما اكدنا وقلنا بالشكل المطلوب لهذه المباراه. اكيد مستر فايلر كمان درس الفريق وعرف نقاط القوه والضعف بخلاف النظره التحليليه لبعض المواقع يعني، لكن اكيد النظره التحليليه للمدير الفني بتبقى مختلفه بكل تاكيد، وبناء عليها بيضع الخطه الخاصه والمناسبه والملائمه ل كل مواجهة على حدها. طيب نروح لسوبر كرة، بتقول ان فريق بلاتينيوم يزور الاهرامات قبل مواجهة الاهلي، وواضح من الصورة كده ان هم راحوا زاروا الاهرامات، ويمكن صفحة افريكانز جوت فوتبول على فيسبوك كانت نوهت للجزئية دي وقالوا ان هم راحوا زاروا الاهرامات قبل مواجهة الاهلي، واكيد اي اجنبي بيكون متواجد في مصر بيبقى حريص اشد الحرص على التواجد في منطقه اثريه عظيمه زي منطقه الاهرامات عشان يلتقطوا بعض الصور التذكاريه، وجانب سياحي بالنسبه لهم بيبقى مهم، او بالنسبه لكل الاجانب اللي بيجوا ينوروا مصر دائما وابدا. نروح لليوم السابع، الكلام هنا بقى شويه على ايه بعض اللاعبين ممكن يكون جالهم عروض ولا كلام من ده. الاهلي يتلقى عرضا رسميا من صفاقسي التونسي لاستعاره جيرالدو. هو الاهلي دايما يا جماعه لما بيجي عروض ما بيقولش يعني ما بيطلعش يقول يا جماعه انا جالي عرض رسمي من كذا او كذا او كذا، الا لو مدير الكوره مثلا زي الكابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال ان صلاح محسن جاي له اثنين عرضين اعاره يعني سواء ام بي او سمح. لكن في كل الاحوال وارد جدا وطبيعي جدا ان جيرالدو يجي له عرض، ده مش معناه ان ممكن يكون الاهلي هيتخلى عن جيرالدو، لسه مش عارفين هل الاهلي هيجيب مهاجم او هيجيب لاعب اجنبي، اكيد هيجيب زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان اعلن، لكن في نفس الوقت مين اللاعب اللي هيخرج برضو المعلومه الاكيده، واحنا متعودين دايما ان احنا نقول لحضراتكم الاكيد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لسه ما تعرفتش، هتتعرف يوم ما الاهلي يعلن بشكل رسمي يعني. لكن اي لعيب زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا في النادي الاهلي طبيعي ومنطقي جدا ان هو يجي له عروض يعني، لانه بيلعب في اكبر نادي في افريقيا، فاكيد كل الانديه في اي حته بتتمنى لاعب بقدرات جيده، لانه طالما موجود في النادي الاهلي يبقى عنده قدرات جيده ومميزه. هنشوف الامور خلال الايام القادمه هتستقر على ايه سواء بخصوص جيرالدو او اي لاعب اخر، او كمان فيما يتعلق باللاعب اللي ممكن يجي النادي الاهلي هنشوف. مبتدا
وبتتكلم على ان الاهلي يرفض رحيل صالح جمعه مجانا، هم بيقولوا ان صالح جمعه هو طلب كده من النادي الاهلي، والكلام ده غير حقيقي يا جماعه. وصالح جمعه موجود، وانا سالت حتى شيف شعبان اللي بيبقى متواجد دايما في التدريبات عشان يوضح حضراتكم لحضراتكم الجزئيه دي، وقال ان الراجل موجود في التدريبات بشكل طبيعي، والنهارده كان موجود في مران المستبعدين. مساله استدعاء للمباريات او لا دي خاصه بالجهاز الفني، وقلنا قبل كده كتير لما يكون جاهز صالح جمعه فنيا وبدنيا اكيد ممكن الجهاز الفني يستدعيه، يعني هي رؤية فنية في الآخر وتحترم، والأهم دايما بالنسبة للجمهور إن الفريق يكسب ويفوز ويؤدي بشكل جيد، بس هو ده اللي احنا دايما بنكون بنتمناه من فريق النادي الأهلي وجهازه.